رحلتي مع الخيل كانت قديمة جداً، يعني بدأت منذ الصغر، لكن ابتدأت رحلتي مع المهارات أو الفنون القتالية من على ظهر الخيل من قرابة 3 سنوات. طبعاً البداية كانت صدفة للأمانة، يعني ما كان عندي شغف من وأنا صغيرة أن أنا أكون رامي على ظهر الخيل أو محاربة أو مقاتلة، لكن سبحان الله حصلت صدفة. طبعا في السعودية يعني قال عن المرأة القوية يقولوا عنها اخت رجال وبنت رجال، فان شاء الله يا رب يعني نكون سبب او مؤثرة على الكثير من الفتيات والسيدات في المملكة العربية السعودية في الدخول في هذا المجال وقضاء الوقت ان شاء الله في الاشياء المفيدة التي تفيدهم ان شاء الله. طبعاً الآن يعني سبحان الله هي بدأت هواية، بعدين مع قراءتي أكثر في المخطوطات العربية تحديداً بدأت أنظر لها كإرث، خلنا نقول مدفون، وإحنا أعدنا الآن إبراز هذا الإرث المفقود وإعادة إحياء ونشر إن شاء الله بين أبناء وبنات العرب والعالم يعني ككل.